معانا ايضا على التليفون واحد من اهم ايقونات التسعينات، لو صح تعبير كلمه التسعينات، لكن انا بتكلم على واحد من اهم الايقونات الغنائيه ايضا، الفنان والنجم الكبير احمد جوهر. البقيه في حياتك. الو 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 يا استاذ ازاي صح؟ ازاي حضرتك؟ البقيه في حياتك يا فندم. يا حبيبي البقاء لله، وانا لله وانا اليه راجعون. ونعم بالله سبحانه وتعالى. يعني تقول ايه في ذكرى او في بالادق في تأبين علاء عبد الخالق، اللي انا بقول وباكد انه هو كان شخص جميل وحبيب الكل؟ مش هنقول طبعا اللي ان احنا فقدنا اخ وحبيب وعشره عمره وصديق جدا جدا، وانسان فنان جدا جدا، وحاجات كتير قوي في علاء، يعني من جيل التسعينات. يعني اي نعم علاء يعتبر اخر الثمانينات، يعني لكن هو مش عايز اقول لك يعني تاريخ عظيم عبد الخالق. يعني الله يرحمه، الله يرحمه، رحمه الله عليه، يعني في جنات النعيم كده يا رب ان شاء الله. الله يرحمه. احنا بنعزيك ويعني بنقول لك البقيه في حياتك. اشكرك جدا الفنان الكبير النجم. يا استاذ يوسف ده اولا ده شرف لي ان اكون معاكم. لا العفو يا فندم، ده احنا اللي نتشرف. يعني يعني اتمنى طبعا اكون في الموقف ده، ان انا بعزي صديق وحبيب ليا اللي هو علاء عبد الخالق، يعني من جيل الجيل ميوزك زي ما كنا بنسميه احنا، جيل حميد الشاعري، وجيلنا اللي احنا بدانا فيه اللي ونجحنا فيه. يعني بس هقول هذا حال الدنيا، يعني الحمد لله تلك ده حال الدنيا فعلا. الله يرحمه، الله يرحمه، ويدي العمر والصحه ليكم جميعا، ليكم جميعا. انا بشكرك جدا الفنان والنجم الكبير احمد جوهر، الله يرحمه. بالمناسبه جزء مهم جدا 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 من جيل التسعينات تحديدا في الغنى، انه هم كانوا فعلا أصدقاء، كانوا فعلا رفاق، كانوا فعلا إخوات، يعني كان فعلا قلبهم على قلب بعض، وما كانش في عندهم ما بينهم وما بين بعض أي ضغينة على الإطلاق من لحظة الظهور، لو صح التعبير. مش هقولك بقى من لحظة التألق، لأ، من لحظة ظهورهم كفنانين صناع للموسيقى، ما بين الغنى والتلحين وكتابة الأغاني والتوزيع إلى آخره، فضلوا طول الوقت مع بعض وحتى هذه اللحظة. ويمكن كمان معانا واحد من أهم ومن أكبر نجوم التسعينات،